لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. يقول: هل تدل هذه الآية على أن من وقع في الكفر فإنه لا تقبل توبته وقد لا يتوب؟ لا، هذه قالوا من تكررت ردته، من إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر الله لهم، فهذا في من تكررت ردته. نعم.